عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية بمحافظات بورسعيد. وخلال الاجتماع أشار رئيس مجلس الوزراء إلى اهتمام الدولة على مدار الفترة الماضية باتخاذ القرارات والإجراءات التي تسهم في تعزيز ودعم الصناعة المحلية وتوطين مختلف الصناعات، بما يسهم في دفع نمو الاقتصاد المصري. كما اطلع مدبولي على مجمع الصناعات والذي سيبدأ التشغيل التجريبي له في فبراير المقبل، ويضم 58 مصنعا بتكلفة استثمارية تصل إلى 220 مليون جنيه. وناقش الاجتماع أيضا الموقف التنفيذي لتطوير منطقتي مثلث الخير وشمال سهل الحسينية، حيث تم إعداد المخططات اللازمة وتشمل مخطط التجمع العمراني ومخطط تقسيم الأراضي النموذجية. كما تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع مسؤولي شركة سكاتك النرويجية عددا من المشروعات المقرر تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة، ومن ضمنها مشروع مصر للهيدروجين الأخضر، حيث ناقش الاجتماع سبل دعم تنفيذ مشروعات الشركة والشراكة القائمة مع العديد من الوزارات والجهات الحكومية، بجانب زيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين. وأبدى رئيس الوزراء تطلع مصر لزيادة أوجه التعاون القائم مع الشركة النرويجية، كما أكد أيضا ضرورة التنسيق الكامل بين الأطراف المعنية للوقوف على أي مشكلات قد تواجه الشركة أو المستثمرين بوجه عام والعمل على حلها. استقبل وزير البترول طارق الملا وفدا من شركة ماتيرا الكندية للطاقة، حيث تم بحث أنشطة الشركة في مصر وخطط عملها لرفع معدلات إنتاج البترول الخام، واستعرض وفد الشركة موقف أعمالها في مناطق امتياز كومومبو ومناطق سدر ومطرمة وعسل بسيناء، وأيضا أنشطتها لتنمية وإنتاج البترول الخام والتي حققت نتائج إيجابية مؤخرا. بحث وزير البترول طارق الملا ورئيسة شركة بريتش بتروليوم البريطانية للغاز أنشطة الشركة في مصر، وتم خلال اللقاء استعراض أنشطة بي كمشغل رئيسي في حقول أطل ورأس البر وريفين بالبحر المتوسط، ذلك بالإضافة إلى برامج العمل بمناطق امتياز شمال كينج ماريوت وشمال غرب أبو قير وشمال الطابية البحرية وشمال دمياط. أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن فعاليات الدورة السادسة من المنتدى الدولي لرواد الأعمال والاستثمار، ذلك بالشراكة مع قطاع الشؤون الاقتصادية واتحاد الغرف العربية ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو. سوف نرى التجارب المختلفة من العالم التي ساعدت في تنمية مهارات ريادة الأعمال والابتكار وتبكير الشباب والمرأة، وكيفية نقلها وتعزيزها في المنطقة العربية، وأيضا نقل التجارب العربية ومنها تجربة النموذج البحريني العربي لريادة الأعمال والابتكار إلى مختلف دول العالم تحت مظلة الأمم المتحدة. ارتفعت صادرات السعودية من النفط الخام في شهر نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر، مسجلة ثالث زيادة على التوالي. وارتفعت صادرات النفط الخام السعودية بنسبة تقدر ب 6% إلى 6.3 مليون برميل يومياً.